بنهني حضرتك على هذا المجهود الجبار على مدار السنوات الماضية، وبحق يعني ما يحدث هنا في مصنع حلوان للصناعات المتطورة هو فخر لكل مصري مما يتم فيه من إنجازات. علشان كده عايزين نرجع بس فلاش باك لورا شوية مع حضرتك ونعرف تاريخ إنشاء مصنع حلوان للصناعات المتطورة وأهم ما يقدمه للصناعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا برحب بحضراتكم وحضراتكم اللي شرفتونا، وأسفين إذا كنا تسببنا في أي إزعاج ليكوا أو أي قلق أو أي تعب ليكوا في المشوار اللي حضرتك تفضلت بيه. ده اللي بيحصل في مصر كلها شرف لينا كلنا، ودافع لأي مسؤول موجود في أي مكان أنه لازم كل يوم يكون في خطوة للأمام. نمرة واحد. نمرة اتنين، مصنع حلوان زي ما عشان ما بعدش عن السؤال بتاع حضرتك، احنا يمكن المصنع انشئ في سنة 75 تقريبا. كان اساس المصنع ان هو شراكة بين شركة بريطانية وشركة مصرية ومصر، على اساس كانوا يصمموا طيارة الاساس بتاعها وكده، كان اساس المصنع كده. سواء نجح المشروع او ما نجحش، تقدم المصنع وتقدمت السنين وبدأ المصنع يتقدم في او يتطور في مجال الحرب بتاعه او العسكري بتاعه، الا وهو عمرة الهليكوبترات. مصنع حلوان زي مصنع العربيات التصنيع كان لازم يشرك جزء انتاج مدني، فبعد كده تطورت معانا او بدأت معانا صناعة مواسير البولي ايثيلين اللي هي كانت بدأت تستخدم في نقل المياه والصرف الصحي وبعد كده الغاز. النهاردة الحمد لله ده من سنة كام بقى سيادة اللي هو تقريبا؟ احنا اشتغلنا في المواسير سنة اول خط دخل تقريبا سنة 97 95 حاجة زي كده، وموجود شغال على فكرة لحد النهاردة، وحضرتك هتشوفيه دلوقتي شغال لحد النهاردة. أيوة. وبيتعمل له صيانة وقطع غياره شغال زيه زي الخط اللي لسه راكب يمكن من شهر. اهم يعني حضرتك عارف ان دلوقتي في توجه عام للدوله المصريه بتعميق الصناعه المحليه في مصر والاعتماد على المنتج المصري، ومش بس كده، ده احنا عندنا كمان يعني اهداف واحلام للتصدير للخارج. دور مصنع حلوان للصناعات المتطوره في تعميق الصناعه المحليه وما يقدمه؟ اولا المصنع زي ما قلت حضرتك بيشتغل في اتجاهين، الحربي والمدني. هبدأ بالاتجاه المدني معلش. الاتجاه المدني النهارده المشروعات اللي شغاله في الدوله او كميه المشروعات اللي شغاله في الدوله تجبر اي مصنع واي جهه تصنيعيه انها لازم تشارك فيها. طيب تشارك فيها بانها تشتري وتورد ولا انها تتصنع؟ لا نصنع. فكان لازم نطور اللي احنا بدأنا فيه. ايه اللي احنا بدأنا فيه؟ صناعة البولي ايثيلين. احنا بدأنا سنة 96 او 2000 او حاجة زي كده، كنا بننتج كميات قليلة جدا. انا هذكر حتى على الاقل اسمحي لي هذكر الفترة اللي انا كنت فيها، اللي انا تناوليت فيها المصنع من سنة 2015 كنا بننتج 6000 طن سنوي. تنينا نطور ونحدث ونزود في خطوط انتاجنا، لحد النهارده بننتج 79,000 طن. 79,000 طن بالنسبه للاستهلاك المصري احنا شغالين كويس مع المشاريع.